الطعام. بالنسبة للمشروبات لا يتم هضمها، وهذه نقطة مهمة، كل السوائل لا يتم هضمها، إنما يتم تفريغها من المعدة إلى الأمعاء الدقيقة، وبعدين في الأمعاء الدقيقة يتم امتصاصها، وهذا أيضا له وقت معين، وهذا سوف نتحدث فيه. على سبيل المثال إحنا قلنا الوجبة الغذائية قد تأخذ من يوم إلى 3 أيام، نتحدث عن ما هو النوع، لكن السوائل الماء لوحده يعني إذا شربت ماء عادة من 10 دقائق إلى 20 دقيقة ينتهي من المعدة، يروح لأمعاء الدقيقة ويتم امتصاصه، هو أسرع شيء. السوائل الماء أيه. الماء في سوائل غيره الآن، يعني المشروبات الغازية يأخذ تقريبا، هذه هي المشكلة، المشروب الغازي يأخذ إلى 40 دقيقة، شوف الماء 10 دقائق لكن المشروب الغازي يأخذ 40 دقيقة يبقى في المعدة ويتم تفريغه كاملا من المعدة إلى الأمعاء الدقيقة. معظم يعني المشروبات السكرية تأخذ وقت أطول مقارنة في الماء، لذلك الماء الناس اللي يعني عطشان، لماذا نحن دائما نقول أن الماء أفضل مشروب صحي؟ لأنه أصلا سريع جدا في عملية التفريغ المعدي إلى الأمعاء الدقيقة، ويتم تعويض ويساعد على الهضم. دكتور رائع.